مرحبا أصدقائي، في هذا الفيديو سأشارك معكم موقع مجاني مدهش يمكنك من وضع الصوت على الفيديو ودمجهما بطريقة رائعة كيفما كانت مدته وبدون علامة مائية، ويقوم بتحريك الشفاه بالتناسق مع الفيديو مثل هذا المشهد من فيلم هاري بوتر. السلطة هي المفتاح لكل شيء، والضعف هو عيب لا يسمح به. العالم يتغير، وسأكون أنا من يقود هذا التغيير. هاري بوتر، سأتأكد من أنه سيأتي اليوم الذي ينكسر فيه وينحني لقدرتي. والإشارة، هذا مفيد لصناع المحتوى الذين يقومون بإنشاء الأنيميشن ومشاهد سينمائية بالذكاء الاصطناعي على غرار موقع دي اي دي المدفوع، ويقوم فقط بدمج الصورة والصوت. وفي نهاية الفيديو أيضا سأشارك معكم حفل مدرسي لحيوانات أليفة بشكل رائع كما تشاهدون الآن، من الضروري عليكم مشاهدته. وإذا كنت تشاهدني لأول مرة، مرحبا بك في قناتنا الذكاء الاصطناعي، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. نلتقي مباشرة في الشرح. أول شيء نتوجه إلى جوجل، ثم نكتب لالامو ستوديو في الأعلى، ثم نضغط على الرابط الأول. هذه هي الواجهة الرئيسية للموقع مع الاكتوال والنزول للأسفل، ثم الضغط على ليت ستارت. هذه هي الخطوة الأولى. بعد الضغط على ليت ستارت يتوجه بك مرة أخرى إلى هذه الواجهة. ننزل إلى الأسفل مثلا لكي نشاهد. هذه هي طريقة العمل الموجودة على الموقع. يمكنك دمج الفيديو والصوت على غرار دي أي دي الذي يعمل على دمج الصوت والصورة. نعود إلى الأعلى ثم نضغط على ليت ستارت من جديد، ثم هنا هذه هي الواجهات العمل. لديك بعض الأمثلة للأصوات في الجانب، كذلك في الأسفل لديك أمثلة للفيديوهات، هي عبارة عن أمثلة. اضغط على الفيديو يظهر في الشاشة، ثم بعد ذلك يمكنك وضع أو دمجه مع أي صوت من الأصوات من اختيارك. متى إذا ذهبت إلى جانب لديك إضافة صوت، يمكنك إضافة نص وتحويله إلى صوت من الموقع، لكن أنا سوف أقوم بتحميل صوت لأنني أريد صوت لرسوم متحركة، أي صوت لرسوم الكرتون. سوف أقوم بالذهاب إلى موقع كريدو إي آي من جديد على متصفح كروم، أقوم بالدخول إلى الواجهة من خلال الموقع، ثم ستار فور فري. أقوم بالإجابة على هذه الأسئلة. بعد الانتهاء أقوم بالدخول إلى الموقع من جديد، أذهب إلى الجانب، ثم سوف أقوم بالضغط على فويس من هذا المكان، ثم أذهب إلى الأعلى، أقوم بالضغط على AI Tools، تظهر معك هذه الواجهة. أقوم بالضغط على AI Text Debug، يتوجه بك مباشرة إلى هذه الواجهة. هذه الواجهة بها 140 صوت. هنا سوف نجد الصوت للرسوم المتحركة أو الكرتون، ثم سوف أقوم باختيار اللغة المغربية، ثم الصوت النسائي. هنا تسريع أو تبطيء الصوت، سوف أقوم بتبطيئه قليلا حسب الإعدادات التي أرى مناسبة، ثم سوف أقوم بترقيقه قليلا أيضا، ثم سوف أقوم بإدخال النص الخاص بي قمت بإنشائه سابقا. بعد الانتهاء منه أقوم بالذهاب إلى الأسفل، يمكنك تجربته قبل التحميل. لديك 800 حرف في المرة الواحدة، يمكنك إعادة إنشاء الأصوات من جديد. كذلك قمت بتشكيل النص في موقع شكل لي. بعد الانتهاء قمت بالضغط على كونفيرم بعد التأكد من جودة الصوت. الآن يتوجه بك إلى هذه الواجهة، ما عليك سوى تحميله من هنا. هذا الموقع أيضا بأصوات رائعة مثله مثل Eleven Labs. أعود من جديد إلى الموقع الخاص بنا، أذهب إلى الجانب إلى مكان إضافة الصوت، أقوم بالضغط على Add New Audio، ثم أذهب إلى الأسفل، سوف أقوم بالضغط على Upload Audio لكي أحمل الصوت الخاص بي بكل سهولة. أقوم بتحميله. هنا الموقع سوف يقوم بدمج الصوت مع الفيديو وتحريك الشفاه والفم تناسقا مع المدة الزمنية للأوديو. ما عليك سوى الذهاب إلى الأسفل الآن بعد تفعيل الصوت، ثم الضغط على جنيريت. انتظر فقط قليلا، سوف يقوم الآن بإعطائك الفيديو الخاص بك. سوف أضغط على الجانب الأيمن للماوس، ثم ريجستري لا فيديو، سوف يحمل على الحاسوب الخاص بك بكل سهولة. لقد تعبت من المشي، يجب علي الذهاب الآن قبل أن يحل الليل، يا إلهي الجو بارد. الآن سوف أريكم طريقة إذا أردت تحميل فيديو من اختيارك. اضغط على إبلود في الأسفل، ثم سوف أقوم باختيار هذا الفيديو قمت سابقا بوضعه في فيلم سينمائي. ثم الآن بعد اختيار الفيديو أقوم بالضغط عليه لكي يظهر في الشاشة. أعود من جديد إلى الجانب لكي أقوم بتحميل صوت من عندي. كما قلت لكم يمكنك كتابة نص وتحويله من خلال الموقع، لكن أنا سوف أقوم بتحميل صوت من عندي عن طريق إبلود، ثم سوف أقوم بالضغط على أوفرير.
الآن سوف أقوم فقط بتفعيل الصوت الجديد الذي قمت بإضافته. أنزل للأسفل ثم أضغط على جينيريت، أنتظر قليلا وهذه هي النتيجة. سوف نسرق بنك إسبانيا. الآن سوف أقوم باختيار فيديو طويل مدته 22 ثانية من فيلم هاري بوتر لمقطع لفولدمورت. سوف أنزل للأسفل ثم سوف أقوم بتحميل أوديو قمت بإنشائه على كريادو AI. كذلك نفس الأمر سوف أقوم بتفعيله ثم أنزل للأسفل ثم أضغط على جينيريت. الأمر بسيط، ثم سوف أقوم بالضغط على الماوس بالجانب الأيمن أو روجستري لا فيديو. يمكنك إظهار الإعدادات عن طريق أفيشي تول لباراميتر، تظهر معك جميع الإعدادات إذا بلا جانب ثلاثة نقاط ثم تيليشارجي بكل سهولة. وهذه هي النتيجة. السلطة هي المفتاح لكل شيء، والضعف هو عيب لا يسمح به. العالم يتغير، وسأكون أنا من يقود هذا التغيير. هاري بوتر، سأتأكد من أنه سيأتي اليوم الذي ينكسر فيه وينحني لقدرتي. ونهاية الموقع صراحة مدهش. قد تجدون عيبا واحدا، أي أن الصوت، إذا كان الفيديو به مجموعة من الأشخاص موجودين في الفيديو يمكن أن يتم تحريك شفاههم أو فمهم جميعهم في آن واحد، لكن إذا كان شخص واحد في الفيديو يظهر مهما كانت مدة الفيديو سوف يطبق بطريقة رائعة. وأخيرا سأترككم مع هذا العرض لحيوانات في احتفال نهاية السنة المدرسية من صنع بالذكاء الصناعي فقط. وإذا كنتم تشاهدون لأول مرة مرحبا بكم في قناتنا، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس وتعليق. أراكم تيمون ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم. أهلا أصدقائي الأعزاء، في هذا العرض الاحتفالي الخاص برعاية FBM Tech Now بمناسبة نهاية السنة المدرسية للحيوانات الأليفة، نحن هنا اليوم لنحتفل بمغامرات لا تنسى ولحظات لطيفة قضيناها مع الصغار والرفاق الوفيين حيواناتنا الأليفة. هذه السنة المدرسية كانت مليئة بالمرح والتعلم، وكانت لحظات تربية رائعة لهؤلاء الكائنات الرائعة التي أضفت الفرح والحيوية لحياتنا. في هذا العرض سنشاهد مجموعة من اللقطات الرائعة والممتعة التي ستأخذنا في رحلة ممتعة ومليئة بالضحك والفرح، فلنظهر تقديرنا وحبنا لحيواناتنا الأليفة الرائعة ولنستمتع معا بوقتنا في هذا العرض الاحتفالي الخاص. أتمنى لكم فترة ممتعة ومليئة بالمرح والسعادة خلال هذا العرض. شكرا لكم مرة أخرى على حضوركم، وفرجة ممتعة للجميع.